إن شاء الله. نروح لأخبارنا، وخاصة طبعا فريقنا النادي الأهلي النهاردة. طبعا الجهاز الفني لفرقتنا إدى الفريق راحة، يعني كان النهاردة كان آخر تدريب، إداهم راحة. بكرة إن شاء الله يوم الخميس هيستأنف في التدريبات مرة أخرى. طبعا كل ده استعدادات للتحديات المقبلة على المستوى طبعا النهائي الأفريقي بشكل كبير جدا. النادي الأهلي النهاردة خاض المران على ملعب التتش، واشتمل طبعا المران كالعادة على جانب بدني. الجهاز الفني كمان عمل تقسيمة بطول الملعب بينفذ فيها تاني بعض الجوانب الفنية والخططية اللي طبعا الجهاز الفني بيرغب ان شاء الله انها تنفذ خلال المباريات الرسميه. الجهاز الفني طبعا زي ما احنا عارفين قام بتصعيد مجموعه كبيره جدا من الناشئين وولاد النادي من قطاع الناشئين، طبعا يعني بيعوض بعض الغيابات، وكمان سياسه موسيماني تتناسب كمان مع المرحله ديت، غياب عدد كبير جدا من اللعيبه الدوليه على المستوى المنتخب الشباب، منتخب اولمبي والمنتخب الاول، وده بيصعد الناشئين اللي بياخدوا فرصه كبيره جدا للمشاركه في التدريب على مستوى الفريق الاول، وان شاء الله كمان نشوفهم من خلال طبعا المباريات اللي جايه، ويكون وجوه الشابه اللي بنشوفها دي يكون ليها دور ان شاء الله في المستقبل القريب. طبعا النادي الاهلي بيستعد بشكل جدي جدا جدا لمباراه الزمالك في طبعا النهائي الافريقي ان شاء الله اللي هتقام يعني يوم 27 نوفمبر الجاري، وكل التوفيق لنادينا. وشايفين زي ما انت شايفه يا سهام التركيز تاني، تركيز في الملعب، مجموعه كبيره من الولاد الناشئين طبعا. موسيماني والجهاز الفني زي احنا شايفين مركزين، والتعليمات ده على طول للعيبه، فالحاله المعنويه الحمد لله عاليه جدا. فان شاء الله يعني فرقتنا على بتستعد بشكل بروفيشنال وشكل جيد جدا. صحيح صحيح. انا كمان كابتن هاني بنقول طبعا لحسين الشحات حمد الله على سلامتك يا حسين، طبعا لاعب الفريق الاول لكره القدم في النادي، النهارده بيشارك في التمرين الجماعي اللي كان العصر النهارده في التتش، والنهارده الحقيقه الشحات منتظم في المران بشكل جيد جدا بعد ما تعافى من الإصابة. الإصابة دي كان بيشتكي منها في العضلة الخلفية، ودي اللي أبعدته عن المشاركة في التدريبات خلال الفترة اللي فاتت. الجهاز الطبي النهاردة كان بيطمن على جاهزية حسين الشحات قبل ما ينطلق المران، وفعلا شارك زي ما قلت لحضراتكم، شارك النهارده في مرانه علشان بيجهز للمرحله اللي جايه اللي طبعا فيها كتير من التحديات زي ما احنا عارفين، يمكن ابرزها زي ما كابتن هاني قال مواجهتنا مع الزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا دي ان شاء الله يوم 27 من شهر نوفمبر ده، الى جانب طبعا التحديات المحليه الاخرى اللي الاهلي منتظرها في الفتره اللي جايه. اكيد طبعا الله. ان شاء الله الاهلي قد التحديات، واحنا دايما قد التحديات، لكن